أهلا بكم. والعالم يكتم أنفاسه خوفا من أنفاسه، تنبري الهمم العالية لخدمة الإنسانية، تضيء شمعة أمل لتبدد قتامة الواقع. إنهم الكادر الطبي والتمريضي الذي يواجه فيروس كورونا وجها لوجه يوميا، يراعي المصابين ويخفف عنهم، ويكون في قمة السعادة إذا خرج مصاب واحد من عزلته صحيحا معافى، ليكون بذلك بالنسبة لهم قمة الإنجاز. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو البرنامج السيد سلمان جاسم، رئيس التمريض في مستشفى الطب النفسي، نائب رئيس خدمات التمريض للمستشفيات في وزارة الصحة. أيضا ستكون معنا أيضا الأستاذة مريم محمد مصطفى، نائب رئيس التمريض في الرعاية الأولية المراكز الصحية بوزارة الصحة، للحديث عن هذا الموضوع. أهلا بكم من جديد، وباسمكم أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ سلمان جاسم والسيدة مريم محمد مصطفى. مساكم الله بالخير. يا اهلا وسهلا. الله بالخير استاذ علي. يا اهلا وسهلا فيكم. هذا العام وتحديدا بالامس في 7/4 العالم احتفل بيوم الصحه العالمي، وكان شعار هذا العام، يعني هو الشعار موجود مسبقا، اللي هو 2020 عام التمريض والقباله. لكن جاءت ظروف استثنائيه، جائحه كورونا اللي غزت العالم، ويعني بينت وعطت بعد كبير لهذا الشعار تحديدا. ويمكن العالم كله كان يقدر ويحترم المهن الطبية بشكل عام، التمريضية، الكادر الطبي وما إلى ذلك، لكن بيّن دورهم وعظمة هذا الدور اللي يقومون فيه أستاذ سلمان في هذا الوقت تحديداً، وكأن الأقدار يعني خلقت من هذا الشعار برواز لكل ما يقوم به الكادر الطبي والتمريضي هذا العام. بداية مساكم الله بالخير أستاذ علي على إتاحة الفرصة لنا أن نتحدث عن يوم الصحة العالمي وعن التمريض بالخصوص. في عندنا ناخذ بس نبدا بسيطة، يعني اللجنة الفنية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي حددت يوم إلى التمريض، لأن كان عندنا على أساس نقول أول وحدة في الإسلام كانت ممرضة هي رفيدة الأسلمية. نعم، سيدة رفيدة. سيدة رفيدة الأسلمية. نعم. رضوان الله عليها. هاي كان طبعًا حدد اليوم هو تاريخ 13 مارس. على أساس نمشي إحنا في تسلسل إلى 7 إبريل بنمشي إلى 12 مايو بعد عندنا. نعم، تفضل. فاللجنة الخليجية حددتها إن تكون في 13 مارس، واحتفلنا بهذا 13 مارس. إنما الجائحة هي اللي أخذت الوقت وأدركتنا وخلتنا في خضم العمل مع جائحة كورونا. في عام 74 المجلس التمريض الدولي أقر أن تاريخ 12 مايو يكون يوم التمريض العالمي، على أساس أن مؤسسة التمريض الحديث فلورنس نايت أنجل كان يوم ميلاده 12 مايو، فالعالم كان يحتفل بهذا منذ ذاك الوقت. والمجلس التمريض الدولي سنويا ينزل شعار الى التمريض حصة خاص. في هذه السنة منظمة الصحة العالمية تقديرا الى التمريض والقبالة فقالت عام 2020 هو عام التمريض والقبالة، وهذه تم تحديدها قبل 2020، قبل 2020 قبل كورونا. فمنظمة مجلس التمريض الدولي تبنى هذا الشعار مع اللي هو منظمة الصحة العالمية، ومشينا مع هذا اللي هو عام 2020 عام التمريض والقبالة. نعم. وشاءت الأقدار أن يكون هذا بعد هذا، ربما يكون هذا اللطف أو شيء من الله سبحانه وتعالى، صارت الجائحة هذه فبرز دور التمريض والخدمات التمريضية اللي تقدم إلى العالم. نعم. أستاذة مريم، احنا دائما كلنا نقول في الفترة الأخيرة أن خط الدفاع الأول هو الكادر الطبي، واليوم من ضمن أبطال كثيرين يعني يشير لهم المجتمع كله، وعلى رأسهم القيادة الرشيدة جلالة الملك وسمو النائب الأول، كان يتحدث دائما عن خط الدفاع الأول اللي منهم ومن أبرزهم الكادر الصحي. لما نتكلم عن الكادر الصحي طبعا والدفاع المدني وغيره، لكن احنا اليوم نتكلم عن الكادر الصحي. لما نقول الكادر الصحي نقصد من هو الكادر الصحي؟
في البداية أحب أمسي عليكم وأمسي على متابعينا الكرام. الكادر الصحي هو فريق يشمل كادر الأطباء، كادر التمريض، كادر الخدمات المساندة، منهم الأسنان ومنهم المختبر، منهم الأشعة. هذا الكادر الصحي بشكل عام. ومنهم طبعا الإداريين اللي يعملون في المستشفى. نعم، هذه إيه اللي شغل المستشفى ما يمشي بدونهم. نعم، في الخدمات المساندة. نعم. اليوم الكل يقول ان الكادر الصحي هو يعني صف الدفاع الاول، خط الدفاع الاول، هم ابطالنا. نعم. تصل لكم هالكلمات، ايش تعني لكم استاذ؟ احنا عاده ينادون ملائكه الرحمه. صحيح. بس في الاوضاع الحاليه حسينا ان احنا الجيش الابيض. نعم. حسينا احنا يعني الكل مستعد يضحي بروحه علشان البحرين، مستعد يقدم الافضل، ان الكل قاعد يؤدي دوره بالشكل اللي مطلوب منه واكثر. هالكلمات اللي نسمعها كانت وايد تسعدنا، وكانت تعطي طاقه حق جميع الموظفين اللي هم في الصفوف الاولى، وكانت تعطيهم سعاده ودافع انهم يقدمون الافضل. ودائما كانوا يقولون يكررون ان احنا لما هدينا بيتنا وعيالنا وعرضنا حياتنا ونفسنا فعلا الكل يستحق، وهذه واجبنا. هذا بالفعل يعني الناس، احنا بعد نتمن على رأس الناس جلالة الملك. نعم. وسمو رئيس الوزراء وسمو صاحب سمو الملكي النائب الأول لرئيس الجلسة ولي العهد، لما يبدرون كلمات ويشيدون بالكادر الطبي والكادر الصحي ووقوفهم في هذا، ولما يقول هم الخط الدفاع الأول. طبعا احنا بعد ما ننسى بعد الـ 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 الإداريين الآخرين أو الـ الـ على رأسهم سعادة رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبد الله، سعادة الأستاذة فائقة الصالح وزيرة الصحة، وسعادة الدكتور وليد المانع والوكلاء المساعدين، هذين بعدهم كذلك بعدهم عطونا نوع لما يشيدون، يعني لما يجيك مسؤول الأول في الوزارة يقف يقول أنا اليوم جاي إلى التمريض الكادر الطبي أحتفل معه وأقول له شكرا على وقفتك. طبعا هذا يثلج الصدر، يعطي الدافع وحافز ان لا احنا موجودين وان شاء الله راح نواصل على هالمنوال هذا، وهذا ديدن القطاع الصحي والتمريضي بشكل خاص. نعم. يعني انتم اليوم الكادر التمريضي صحيح؟ او تمثلون الكادر التمريضي وتحتكون فيهم يوميا وتعملون معهم، شنو شعورهم وهم يشتغلون؟ يعني هل ياتون يوميا بالفعل نحن جايين بحس مسؤوليه، احنا اليوم ندافع عن هذا الوطن، احنا مثل ما تفضلت احنا جيش ابيض بنفس روح المقاتل الوطني اللي قاعد يدافع عن وطنه؟ احنا الدوام الرسمي يا من 7 ساعات وربع او 8 ساعات في اليوم يوميا. هذه كان حاليا يداومون 12 ساعة، 15 ساعة، 16 ساعة، تشوفهم يعني الصبح ان الليل نفس القوة، نفس الطاقة، نفس العطاء بدون تذمر. ناس معطية فعلا من قلب وتبي تعطي أكثر، حتى لدرجة تقولهم خلاص خلص الدوام يعني سووا تبديل، لا مستعدين يعطون أكثر، حابين يقعدون، حابين يقعدون حتى اللي خلص وقته، حابين يعطون، حابين يعني مثل ما تقول يعني يحمون أسرتهم، يحمون ديرتهم، يحمون يعني يحمون وطن. فبالعكس الكل كان مرحب ومتعاون بدون تذمر وبقوة. نعم. لو يتصلون نفس الممرضين، نفس الكوادر اللي عندنا يتصلون، ترى احنا قاعدين في البيت، اذا تبغونا موجودين في اي وقت. اللي يخلص شغله اللي 12 ساعه او 13 ساعه بس نقول له يتصل بعد. يتصل نعم، هو في البيت يتصل يوم الاجازه مالته يقول ترى انا قاعد في البيت ما عندنا شيء، وخاصه مع الظرف اللي احنا فيه، فيتصل يقول له انا ابغى اجي اذا عندكم اي شغله لي بجيكم ما عندي مشكله. احنا نقول له بعد انت خذ راحتك، خذ شوي، شحن طاقه، حافظ على قوتك، محتاجينك للايام اللي جايه ان شاء الله. نعم. لا هذا يعني للامانه تسجل نقطة إلى الممرضين بالخصوص، يعني خصوص الممرضين، لأن ما شفنا التجاوب منهم. اللي كان الأول يقول لك أنا يمكن أتعب 8 ساعات، الحين لا، يقول لك أنا مستعد إن ساعات أكثر وأكثر، ما عندي مشكلة في الموضوع، بس إحنا لازم نثبت، وهم ثبتوا يعني صراحة هذه شغلة ثبتوا إنهم قد المسؤولية ولا ويعطون أكثر بعد. نعم. مستعدين، وهم اللي يمكن ذكرهم سيدي سمو العهد وقال تحية للأبطال اللي خلف الأضواء. الناس اللي تعمل دون أن نعرف أسمائها،
دون أن نعرف ربما أشكالها، لكن إحنا نشوف نتائج أفعالها، هي النتائج اللي وصلت لها البحرين اليوم. إحنا ما زلنا ولله الحمد قادرين يعني نمنع انتشار المرض، نسبة التشافي العالية جدا اللي وضعتنا على رأس الدول العربية، ويمكن إحنا الثاني على مستوى العالم. هاي كلها بجهود الطاقم الطبي والتمريضي وجهودكم أنتم الأبطال اللي إحنا ما نعرفهم، لكن نشوف جهدهم ونشوف آثار جهدهم. أنا لو سمحتوا لي بنتقل يعني مجموعة من هؤلاء الأبطال معنا الآن عبر سكايب، ننتقل إلى مركز العزل في وحدة أمراض الدم الوراثية التابع لمستشفى السلمانية الطبي. راح نلتقي مع مجموعة من الأطباء وهم في الخطوط الأمامية في مكافحة فيروس الكورونا. الآن معنا عن طريق برنامج سكايب الدكتورة صفاء الإخواجة استشاري الأمراض المعدية، يرافقها أطباء الباطنية الدكتورة شيماء النشابة، الدكتورة آلاء الزمرودي، والدكتور السيد علي نعمة. مساكم الله بالخير جميعا. في البداية وأبتدي معك دكتورة صفاء، يعني في البداية هل تصلكم مشاعر الفخر والاعتزاز من قبل القيادة الرشيدة والمواطنين؟ اليوم الكل يعتبركم أبطال، يعتبركم أنت وخط الدفاع الأول، هل تصلكم هذه المشاعر وشنو تعني لكم؟ أهلين أخوي علي. طبعاً بداية أنا أحب أشكركم على هاي الاستضافة، وهذا طبعاً جزء من تقديركم إلى التعب اللي قاعد يقدم هذا الطبي وإحنا حاسين فيه، وهاي اللي قاعدة يعطينا القوة والدافع إن إحنا نواصل في مجهوداتنا. نعم دكتورة شيماء، لو سمحتي يعني ضيوفنا قبل شوية تفضلوا أن أنتم تقضون أوقات طويلة داخل العمل، يعني دوامكم إذا كان في السابق 7 و8 ساعات، اليوم أنتم تقضون فترات أطول من ذلك، إيش قد الوقت اللي تقضونه ويعني ومن أين لكم هذه الطاقة الحقيقة اللي تخليكم تقضون كل هالوقت الطويل؟ شكراً أخي على الاستضافة. طبعاً بالإضافة لعملنا اليوم اللي استمر تقريبا 8 ساعات الصباح 6 ساعات من الساعة. تقريبا 24 ساعة إضافية اللي ثاني تغطية. نعم، هل تصلكم مشاعر التقدير، مشاعر الفخر الموجودة لدينا جميعا؟ احنا اليوم نعتبركم انتم أبطال هذه المرحلة. أكيد يوصلنا مشاعر باستمرار، شكر والدعم اللي وصل، هذا شيء جدا محرك لنا ان احنا نواصل الاعطاء للقضاء هاي النقطة. نعم، دكتورة آلاء، يعني الحقيقة احنا لما نرجع بيوتنا واحنا بعيدين عن الخطوط الاولى، لما نرجع بيوتنا نكون خايفين شوي في التعامل مع اذا كان عندنا اطفال صغار، اذا كان عندنا امهات كبار، اباء داخل البيت، خايفين ننقل لهم عدوى لا قدر الله، خايفين يعني نضع حدود في التعامل معاهم. انتم لما ترجعون البيت وانتم اللي يعني انتم الخطوط الاولى اللي موجودين في اماكن العزل واماكن الفحص واماكن يعني الحجر، شلون تتعاملون مع في البيت مع 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 العائله بشكل خاص؟ الحمد لله ويا الجهود اللي مبذوله من الحكومه والاداره وكل من موجود على القائمين على العمل في هذا المكان، كل الاشياء اللي احنا لابسينها اللي مكتوبه فيه
تقلل من الرهبه مالتنا ان احنا خايفين من المرض نفسه او خايفين من ان احنا ننقله للاسره في البيت. والحمد لله يعني ما نخاف لهالدرجه يعني. نعم، إذن بوجود كل هذه الإجراءات الاحترازية الكبيرة اللي وضعتها الدولة وسخرتها للجميع بما فيهم حماية والأولوية حماية الكادر الطبي. الدكتور سيد علي، يعني الكادر الطبي اليوم هل يشعر بمسؤولية مختلفة؟ هل يشعر بأن الأمانة الملقاة على عاتقه أكبر وبأن يعني كل في العالم كله طبعاً، وإحنا نتكلم عن البحرين تحديداً، إحنا ننظر لكم اليوم بأنكم خط الدفاع الأول وعليكم واجب كبير، هل تشعرون كل ذلك؟ اليوم أصبح أول خطر على حياة الجميع هو هذا المرض، ونرى حالياً بجهود الأطباء وبجهود الممرضات كلها طريق التعاون بيننا قاعدين نساعد المجتمع وقاعدين نساعد البعض. فأنا أعتقد أن حالياً يوم الممرضات أو يوم الأطباء منها أيام ننظر إليها بنظرة مختلفة. نعم. أصبح الطبيب والممرضة هم خط الدفاع عن الأمن المجتمعي والأمن الصحي. نعم. وانتم بالفعل يعني انتم خط الدفاع الاول طبعا مع ابطال كثيرين، احنا تكلمنا عنهم وسوف نتكلم ان شاء الله في حلقات قادمه. يعني ارجع لك دكتوره صفاء، انتم جهودكم كبيره الحقيقه، لكن البحرين تعول على المجتمع الواعي، البحرين لم تلجا الى حظر التجول الكلي، لم تلجا الى هذه الامور، وانما راهنت على وعي المجتمع وحملت شعار مجتمع واعي. هل من كلمه توجهون لهذا المجتمع اللي عليه دور أيضاً في مساعدتكم فيما تقومون فيه؟ نعم طبعاً أخوي علي، إحنا دورنا في المستشفى، ولكن دوركم أنتم في المجتمع وكإعلاميين يمكن أهم وأكبر، اللي الناس برا لازم يلتزمون بالبقاء في البيت وعدم الاختلاط، لأن هذا هو الإجراء الاحترازي الأهم حتى لدورنا إحنا. نعم. مثل ما إحنا قاعد نحاول نتعب عشان لكن البلد المفروض حتى الأشخاص اللي في بيتهم لهم أكبر دور لحماية البلد. نعم، كل واحد مسؤول فينا اليوم، كل فرد في المجتمع عليه مسؤولية. دكتورة شيماء، هل من كلمة؟ طبعاً أثني على كلمة، وبالإضافة إلى أن فيروس كورونا عبارة عن مسؤولية مشتركة بين الأطباء والمرضين. يعني الاحتياط واجب، والالتزام بالتعليمات اللي أصدرت من وزارة الصحة لتقليل عدد الإصابة بالفيروس. طبعا نتيجة للالتزام اجتهدنا لاحظنا البحرين في الصفوف الأولى من حيث عدد المتعافين. نعم صحيح، والله الحمد، احنا يمكن قلنا هذه الكلام قبل شوي، وهذه بجهودكم الحقيقه وجهود كل الكوادر الصحيه. الدكتوره آلاء، لو بغينا نطمن الناس عليكم، يعني انتم ابطالنا، انتم جنود الخط الاول، طمنينا عليكم، يعني شلون وضعكم، شلون استعداداتكم الوقائيه، الهمه شلون، الروح المعنويه شلون؟ اقول لهم ان احنا اللي نسويه مو شيء الا الواجب، وهم يعني لازم يعرفون ان في فتره قاعدين نمر فيها اللي احنا بنسويه ما بيكون له اي ضحى مجتمع الا اذا هم عرفوا ان احنا قاعدين نسويه عشانهم، واحنا كلنا فخورين كل واحد في المجتمع واعي بحيث ان اي شيء احنا نقوله لازم انه يكون له قدر من عندهم. نعم، سؤال أخير دكتور علي لو سمحت، احنا ناخذ وقتكم ونعتذر، ندري ضغوطات كثيرة عليكم، لكن هل تراهن على وعي هذا المجتمع، على التزامه؟ طبعا أنت تحضر في عملك على رأس عملك لساعات طويلة، لكن تعود للمجتمع، للبيت، إلى الأسرة، وتشوف الناس في الشارع، فهل تراهن على وعي هذا المجتمع؟ طبعا بنشوف البحرين وبنشوف دول العالم، أوروبا، كثير من الدول في العالم الآن تواجه كارثة صحية، بينما البحرين ما زالت تحافظ على
طبيعيه للحياه والروح من المرض منتشر في كل مكان في العالم. احنا نتمنى من الجميع واكرر كلام دكتور صفاء الاطباء انه يشكلون جزء بسيط من حل هذه المشكله. واجب المجتمع هو التعاون، واجب المجتمع هو البقاء في المنزل لمنع انتشار هذا المرض. يعطيكم العافية، شكر كبير لكم. أنا أشكركم ومن خلالكم أشكر كل الكادر أو الكوادر الصحية، سواء الكادر الطبي أو الكادر التمريضي أو حتى الخدمات المساندة جميعها بدون استثناء. نشكركم كلكم، أنتم الأبطال، أنتم الحقيقة اللي اليوم نعول عليكم، ويعني جهودكم إن شاء الله تكون مقدرة من الجميع ومأجورة بإذن الله ومثابة من الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم. برجع إلى ضيوفي الكرام، لكن خلنا نشوف هذا الجرافيكس ونرجع إن شاء الله للحديث مع ضيوفنا في الاستوديو. نعود لضيوفنا الكرام. طبعا معنا الكادر التمريضي في الاستوديو او ممثلين عنا، واحنا يعني سعداء ونشرف بذلك. وكان معنا الكادر الطبي ايضا عن طريق سكايب، نوجه لهم كل التحيه. الله يعطيهم الصحه والعافيه ويعطيكم الصحه والعافيه. استاذه مريم، خلينا نرجع لادواركم، لان الادوار خلال هاي الفتره، فتره مكافحه جائحه الكورونا، كانت متغيره. يعني انتم، احنا اول اصابه في البحرين مؤكده كانت في 24 فبراير الماضي. أنتوا جهودكم كانت قبل ذي الشيء. يا ريت نتكلم في البداية عن يعني المنافذ. كنتوا مسؤولين عن المنافذ في البحرين وعن الفحص للقادمين من البحرين. كلمينا عن هذا الدور لو سمحت. إحنا في البداية على مستوى المراكز الصحية بدينا تطبيق محطات الإنفلونزا. محطة الإنفلونزا هذه كانت عبارة عن محطة يستقبلون فيها المراجعين اللي يروحون المراكز الصحية ويسألونه، هل أنت مختلط أو قادم من سفر أو لا، على أساس تسريع إجراءات وعلى أساس تجنباً للاختلاط بالموجودين في المستشفى. هذه كانت في البداية. في شهر يناير مثلاً؟ لا لا، كانت في فبراير. في فبراير. إيه نعم. بدايات فبراير. إيه نعم. وبالنسبة حق المنافذ، طبعاً كنا نغطي المطار، جميع المنافذ البحرين، المطار الدولي والموانئ وجسر الملك فهد. فكان في تغطية شاملة بال الكادر الطبي، هو تمريض، أطباء، خدمات مساندة، إداريين، جميع الكادر الطبي. وبعد كان نفس الشيء في على جسر الملك فهد والموانئ، فكل المنافذ. بعدين توسعنا من عقب ما طلعت أول حالة، توسعنا، عرفنا أن في الرحلات اللي مسبقة كان في ناس أو مسافرين قادمين ومن ضمنهم حالات إيجابية ما تم فحصهم. كانت ما بينت يمكن، لأن نعم. فترة حضانة هذا نعم. الفيروس اللي تمتد من أسبوعين لثلاثة. أي نعم. فبعدين اضطرينا الوزارة تشكل فريق للزيارات الميدانية. فهاي الزيارات الميدانية تكون حق فئة معينة، هو فئة المخالطين أو المسافرين. يعني 25 سيارة كانت تقريباً، 20 إلى 25. نعم. على حسب مجهزة. أي نعم، على حسب القائمة اللي يعطونا اياها، الخدمات المساندة كانت تعطينا القائمه، وكان على حسب القائمه نجهز الفريق. وكانت انت كان دورك، انت مسؤوله استاذه مريم عن تجهيز هذه الفرقه من ضمن المسؤولين عنهم؟ اي نعم، انا كنت واحده او عضو من ضمن المسؤولين عن تجهيز المواد لحمايه الموظفين، كنا والفريق وتدريب الموظفين قبل لا يروحون الزيارات. نزلت الزيارات؟ احنا لا،
انتوا لا إيه؟ بس كنتوا المشرفين إيه؟ نعم. على الناس اللي تنزل كنا موجودين في موقع الحادث كنا موجودين يعني نباشرهم لما الفريق يمشي عقب نقعد نجهز نسوي اجراءات الثانيه فطول ما توصل العينات لان هي كلها خطوات تحضيريه نعم فكنا ننتظرهم لما يرجعون ان احنا نجهز لهم حق المرحله اللي بعدها نحن نستلم العينات على اساس ان احنا نوصلها حق الصحه العامه ايضا كان في ادوار مختلفه يعني في البدايه كان مثل ما تفضلتي في المستشفى مراكز الانفلونزا عقب المنافذ نعم. بعدين العربات اللي تنقلت نعم. وذهبت الى المخالطين نعم. واليوم في ايضا شيء جديد يعني مو بس البحرين تفخر به حتى الدول الاخرى بدات تنظر له كنموذج يحتذى وهو السيارات اللي تنتقل والفرق الطبية لأخذ العينات العشوائية ويمكن بالأمس في المؤتمر الصحفي الدكتور طبيب فريق مناف كان يتحدث أن هي عشوائية كاسم ولكن هي ضمن سكجول وبرنامج مدروس أين نذهب ولماذا كلمينا عن هذا الشيء بعد ودوركم فيه دورنا فيه هذه العينات العشوائية تم اختيارها بناء على المناطق اللي تكون مناطق مزدحمة على أساس أن يبون تشوفون أن هالمناطق المزدحمة اللي فيها اختلاط وبكثرة هل أن احنا بنحصل فيها نتائج إيجابية على أساس أن من عقب النتائج أو الدراسة هذه نطلع أو يطلعون الفريق المختص بنتائج وتكون في آلية أو خطة مستقبلية وبالإضافة إلى مو بس الزيارات العشوائية إن تم تفعيل أرض مركز المعارض في ثلاث قاعات قاعة استقبال المخالطين بدون أعراض وفي قاعة استقبال المخالطين بأعراض وقاعة استقبال المسافرين فقاعة تبع المراكز الصحية هي القاعة استقبال المخالطين بالأعراض اللي هو أنت إيه نعم, نعم اللي هو احنا اللي تطلع لي الاعراض إيه نعم يكون لكشف. يكون مثلا شخص يا اختلاط او عنده اعراض اتصل حق 444 واعطوه موعد او راح المركز الصحي اعطوه تحويل او راح السلمانيه بعد اعطوه تحويل او من خلال المستشفيات الخاصه فهو يحضر الى المركز ويبتدون في البدايه يصنفونه ياخذون حرارته يخلونه يدخلونه على الدكتور فالطبيب نفس الوقت في اسئله طبيه يساله بعدين ياخذون عليه العينه. المركز هني عباره عن ادخال مرضى في اسره 200 سرير فيتم المريض موجود عندنا لما تطلع نتيجته. فبحسب النتيجه اللي تطلع يتم تصنيفه انه بعدين شنو الخطوه اللي نقدر نتبعها مع المراجع. اللي تفضلتي فيه استاذه مريم كثير من الجهد وكثير من يعني الاشياء اللي تسوونها. لكن اللي الناس ما تعرفه ايضا هاي مجرد عناوين عريضه لتفاصيل كثيره كل مرحله وكل شيء من هاي اللي تفضلتي فيه كان في كثير من التعب وكثير من الاستعداد وكثير من الاشخاص والادوار المختلفه الله يعطيكم الصحه والعافيه استاذ سلمان انتم دوركم ايه بعدين لما تطلع فيه حالات ايجابيه يبتدي دوركم وحضرتك المسؤول عن تجهيز يعني القائمين على الاجنحه اللي تستقبل الحالات الايجابيه صحيح احنا طبعا ضمن فريق وليس شخص واحد احنا فريق انتم تمثلون وراكم متكامل جيش يعني اي نعم طبعا احنا نستذكر ان اول اتصال اجى على اساس تجهيز مكان الى الكورونا كان في 24 يناير انا لاستذكر هذا التاريخ قبل شهر من اول يوم الجمعه 24 يناير اجى الاتصال اتصالات يا جماعه ترى عندنا الموضوع شذي في الصين صار في ووهان فمحتاجين ان نجهز مكان يكون جاهز الى استقبال المسافرين اذا كان عندهم اعراض او بدون اعراض في مكان فهذا كان في مجمع السلمانيه الطبي الخطه الاستباقيه اللي وضعتها البحرين يعني لله الحمد لله خليت في الوضع يعني كان في البدايه هذه البدايه بعدها لا اجى الخطوه الثانيه تجهيز مكان اخر لاستقبال الناس او المسافرين اللي ممكن عندهم اعراض او بدون اعراض بعد ما الخط الدفاع الاول الرعايه الاوليه يفحصونهم انه والله هذا محتاج يكون فوديهم الى مركز اخر مركز شيخ عبد الله بن خالد في الحنينيه لفتره مؤقته وبعدها انتقلنا الى مركز ابراهيم خليكانو اللي افتتح كامل لاستقبال كل الحالات الايجابيه صحيح كل الحالات الايجابيه طبعا هالجهود متكامله ما بين الجهاز الطبي والجهاز التمريضي والخدمات المسانده
على رأسهم كل هذا الإدارة العليا في الوزارة اللي كانت ترتب وتنسق وتعطي التوجيهات والإشارات على أساس متى يكون المكان جاهز هذا، وكانت الشغل متواصل ليل نهار. كم مكان جهزته دكتور؟ يعني حاليا عندنا الأماكن اللي جاهزة واللي الكل يعرف عنها، طبعا مركز إبراهيم خليل كانوا الاجتماعي والصحي محرق للمسنين. مستشفى المسنين في المحرق، مستشفى جد حفص الولادة جاهز. عندنا في السلمانية مركز كان إلى هو الأمراض الوراثية من 4 طوابق، هذا كله جاهزة إلى حد الآن، وتستقبل يوميا، نستقبل ويوميا الحمد لله ناس تتعافى وتتشافى وتروح بيتهم. هذا بالإضافة إلى المحاجر الموجودة الأخرى اللي إحنا ما تكلمنا عنها. صحيح. المحاجر محجر الحيد أو محجر السترة موجودين، وفيها بعد هاي التجهيزات الناس قامت بجهود جبارة. هي جنود مخفية إن شاء الله يوم من الأيام يجي وتطلع على هذا كله. بإذن الله يشرفنا طبعا. يعني في سؤال أنا حين حضرني ويمكن الناس كانت تتساءل حتى خارج البحرين، شنو السر في نسبة ولله الحمد الشفاء العالية في البحرين، ونكون إحنا من أفضل المعدلات على مستوى العالم، إحنا الثاني في التصنيف العالمي الأول في التصنيف العربي، هل في سر معين؟ هل هي هو يعني رعاية من رب العالمين أم هو جودة الخدمات؟ ماذا بالضبط؟ من وجهة نظركم طبعا. هو من وجهة نظرنا طبعا هي أكيد في البداية تكون هي رعاية إلهية من رب العالمين، بس طبعا الجهود الطبية وجهود التمريضية لها دور أساسي. الخطوات اللي سوتها الحكومة للكشف عن هذا المرض بوقت مبكر لا دور طبعا، المرض كل ما اكتشفناه في وقت مبكر صار علاجه أسهل وأسرع. الخطوات الاحترازية، البرنامج المتبع في الأماكن العزل سواء كان العزل المؤقت الصحي أو العزل حق الحالات المصابة، البرنامج المتبع، التغذية، كل هذه الأمور لها دور كبير جدا في علاج المصابين. منظومة كاملة. هذا الكلام فضلتي صحيح أخت مريم، كله صحيح. بعد في أمور أخرى موجودة احنا بعد لا ننسى المجتمع وعيه في أن ابقى في البيت وخذ احترازات مالك، هذا أخذ المجتمع ترى إليه دور كبير ويشكر المجتمع في هالأمور. هذا نشكر المجتمع صراحة، كل المواطنين والقائمين الموجودين في البحرين لما عرفوا خطورة وسرعة انتشار هذا، الكل أخذ احتياطه وأخذ احتراز ماله أنه لازم أنا أتبع الإرشادات والتعليمات اللي طلع اللي حطها الفريق الوطني لمكافحة جائحة كورونا مع الإرشادات والتعليمات اللي تصدر من الجهات المعنية سواء كانت وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو اللجنة التنسيقية، كلهم هذين كلهم يصبون. فبعد المجتمع إليه دور. طبعا لأن إحنا نقول كلنا فريق البحرين، ما يختص بس فريق الطبي، لا حتى المواطنين. لأن قال أنا فريق البحرين لأن هو لا دوره، كل فرد في المجتمع له دوره، كل فرد في المجتمع له دوره، فكلنا فريق البحرين يعني كل واحد له دور لازم يلتزم فيه ويسوي. انتم كوادر تمريض او الاطباء اللي تشتغلون معاهم يتكلمون عن هذا الشيء، هل هاجس عندكم ان وعي المجتمع، دور المجتمع، ان مساله التباعد الاجتماعي، الاخذ يعني المسائل الاحترازيه، هل يدور بينكم ذي الكلام؟ لانه يا بيصعب شغلكم يا بيساعدكم ويسهل شغلكم. طبعا احنا اذا نشوف النسبه اللي اتش اي او عندها اعراض هي تكون نتيجه الاختلاط، يعني يا اختلاط او انه ما اتبع يعني اساليب الوقايه، فهي يعني العدد اللي وصلنا يعني ما يعتبر بالنسبه حق البحرين ما يعتبر عدد كبير، فهذه يعني في فئه مهما كان يعني تحتاج توعيه. احنا يعني ما بنقول كل البحرين او كل الشعب ملتزمين، في فئه شويه ماخذ الامور بسهولات اكثر، في فئه مو ملتزمه رغم كل اللي ينقال، رغم كل اللي ينقال، بس الفئه الحمد لله هي فئه قليله. والدليل ان الارقام اللي تشيلنا يعني مو كثيره. شو تقولون لهم ذي ذلين استاذ سلمى؟ تعليق بس شوي، لان في بعد عندنا يعني الحكومه اخذت على عاتقها ليس البحرينيين فقط، لان في عندنا مقيمين في البحرين جنسيات اخرى ولغات اخرى، فانت لو تشوف الملصقات والوسائل الارشاديه بجميع اللغات موجوده، وزاره الداخليه تذهب لهم ومعهم ناس من الصحه ايضا موجود، جميع اللغات موجوده، فهذا ساعد يعني التخطيط السليم
اكيد بيؤدي الى الحمد لله بيؤدي الى نتائج ايجابيه. ونتمنى من الفئه القليله جدا اللي هي ما زالت غير ماخذ الامور بهذه الجديه المطلوبه ان تاخذها بالفعل. انا حاب اختم معاكم باول سؤال سالته لي يعني الاطباء الموجودين في المحجر قبل شوي معنا. توصل لكم رسائل الفخر، مشاعر الفخر والاعتزاز من المواطنين والقياده، شو تمثل لكم؟ تمثل لنا يعني شعور، يمكن انا على طول سنوات خدمتي يمكن ما حسيت بالشعور او ما في كلمات هزت مشاعرنا نفس الكلمات اللي نسمعها في الوقت الحالي. فعلا يعني هم ان احنا نحس ان احنا اللي نشوف مثلا الموظفين والكادر الطبي كل العناصر اللي شاركت معانا، يعني حتى الداخليه بعد لها دور كبير، الكل ان احنا يعني اشتغلنا كفريق مو بس كطب، يعني لا كفريق كنا فعلا فريق من اجل البحرين. فحسنا ان احنا يعني كل الوزارات باختلاف المهنه كنا عناصر مشاركه. فللكلمه اللي تعبر عن جهد احنا نسويه او تعب فعلا لها دور وقوه وطاقه، يعني نستمد طاقاتنا زين من هالكلمات. البحرين تستاهل، تستاهل البحرين، البحرين وهذا الوطن، ولازم يكون هذا الشيء موجود. طبعا الكلمات هي تثلج النفس، تعطي الطاقه الايجابيه ان للبذل والعطاء اكثر. هذا الشيء احنا اولا واخيرا عندنا هذا الوطن وعندنا المواطنين والمقيمين اللي موجود فيه. اذا احنا ما احترسنا وما سنا هذا الامر، من راح يقوم في هذا الدور؟ صحيح. فكل الشكر الى جميع من ارسل، من القياده الى اي شخص ارسل مسج شكر وتعبير. احنا نقول بعد هذا الشكر، احنا نقول لكم انتم بعد مشكورين، ما قصرتون لانكم بعد التزمتون واتبعتون الارشادات اللي وضعها الفريق الطبي او الصحي لخدمتكم انتم. اقعد في البيت واحنا خلنا نسوي شغلنا في البيت. كل الشكر والتقدير لكم. تشرفت الحقيقه اليوم معاكم في هذا البرنامج، وجودكم كان مصدر شرف واعتزاز كبير منكم واليكم، وحتى من اللي انتم تمثلونهم اليوم الكوادر الطبيه والصحيه يعني بشكل عام. كل الشكر والتقدير لكم، يعطيكم العافيه. شكرا. البحرين تستاهل نفس ما قلنا، ونسال السلامه للجميع ان شاء الله. البحرين تستاهل اكثر باذن الله. شكرا لكم. ايضا نشكركم على المتابعه مشاهدينا الكل، يعني الكوادر الصحيه الموجوده اليوم من اطباء، من ممرضين، من يعني المساندين وخدمات مسانده، يعول على هذا المجتمع. خلنا نكون مجتمع واحد، احنا كلنا فريق البحرين. الله يحفظكم، وشعارنا دائما البحرين تستاهل. في امان الله.